بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تعرفون تم تأسيس مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة في عام 2009 بهدف تعزيز البنية التحتية للجودة في إمارة أبو ظبي، وذلك بهدف طبعا الارتقاء بجودة المنتجات في إمارة أبو ظبي وتعزيز تنافسية إمارة أبو ظبي عالميا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإمارة أبو ظبي للاندماج بسهولة أكبر في الاقتصاد العالمي. طبعا هذه هي الدورة الأولى من ملتقى أبو ظبي للجودة. نحن نطمح من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى إنشاء منصة حوار مبتكرة تجمع قادة من القطاع الحكومي بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف دول العالم. الهدف طبعا هو مناقشة كافة الأمور والمحاور المتعلقة بالبنية التحتية للجودة، وذلك بهدف إيجاد حلول لبعض التحديات التي تواجه البنية التحتية للجودة سواء كان في إمارة أبو ظبي أو في المنطقة أو في العالم أجمع. من خلال هذا الملتقى يعني الحمد لله يتواجد معنا أكثر من 80 متحدث، ومنهم 25 متحدث من خارج الدولة، بالإضافة إلى حوالي 592 مشارك من مختلف دول العالم. سيتضمن الملتقى 11 جلسة رئيسية بالإضافة إلى 4 ورش تفاعلية وكذلك 6 ورش عمل تخصصية تتحدث عن مواضيع متعلقة بالبنية التحتية للجودة، مثل مطابقة المنتجات والأفراد، مثل مواصفات المياه والطاقة، سلامة الطفل، سلامة الغذاء وغيرها من المواضيع ذات الأهمية بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص والجهات التنظيمية في إمارة أبو ظبي.